أخبار اليوم. الاستاذ كريم حويد بالغردقه هو احد الخبراء السياحيين المعروفين في حوار لبوابه اخبار اليوم. بدايه كنا حابين نعرف معدلات السياحه او الاقبال على السياحه في الغردقه الفتره دي ونسبه الانشغالات كام السنه دي او مقارنه بالسنه اللي فاتت. بالنسبه للسنه دي الحمد لله السياحه تعافت شويه عن الايام قبل الثوره. نقدر نقول ان هي قربت جدا لمعادلاتها الطبيعيه في حدود 80% كمتوسط على فنادق البحر الاحمر والغردقه بتاعتنا. طب العام الماضي كانت كام مقارنه بالسنه دي؟ لا طبعا العام الماضي بالنسبه للاحداث اللي حصلت في نص السنه كان اثرت جدا ان في فنادق تعثرت جامد جدا فنقدر نقول ان المتوسط كان يعني 50%. طب على ذكر التعثر حضرتك كان في البنوك بعض البنوك كانت الاول في فتره 2010 اعلى معدلات كانت في اقبال السياحه 14 مليون سائح في مصر. كانت في قروض وكريدت كارد مفتوحه لكل الناس في قطاع السياحه. لما قامت الثوره بعتقد ان البنوك احجمت ولا ما زالت بتستمر في دعمها لقطاع السياحه؟ طبعا هو البنوك كان في طبعا في فنادق كتيره جدا يعني التمويل ده شيء اساسي من شغل الاستثمار السياحي. فطبعا البنوك تفهمت الوضع ده وكان في مساعدات كبيره جدا وتفاهم كبير جدا للقطاع السياحي بين تسهيلات في الدفع تسهيلات في الوضع اللي احنا فيه. وطبعا كان ده وضع ما كانش على القطاع السياحي بس كان على قطاع الدوله كلها وان الاستثمار السياحي بيتطلب تمويل ضخم من البنوك فكان في تفاهم من حتى من القوى السياسيه كبنك مركزي وكرؤساء بنوك والحمد لله يعني معظم الفنادق قادره ان هي تستوعب القدره الماليه بتاعتها. طيب حضرتك في الصوره الذهنيه في الغرب بشكل عام ان عندنا مشاكل امنيه وعدم استقرار امني وبعض الناس بتتشدق بالكلام لغايه دلوقتي. هل دي صوره تنتهي امتى او ازاي نوضح الصوره المغلوطه؟ بشكل عام طيب كلام حضرتك مظبوط. هو للاسف الاعلام ليه دور كبير في الموضوع ده. بس الحمد لله الناس تفهمت الوضع والناس كانت بتيجي حتى في ظل ان الفوكس الاعلامي على مصر كان بس لما كانوا بييجوا كانوا بيكتشفوا ان الامور دي كلها بتبقى في العاصمه او هم مش بيتاثروا شخصيا بيها. فهي مع الوقت ومع استمرار التدفق السياحي وان الناس فعلا بتشوف ان ده ما بيأثرهمش على سلامتهم الشخصيه فاحنا ابتدينا نحس ان الناس ابتدت تطمن اكتر. ولو فضل الوضع كده في خلال اقل من 6 شهور او سنه بالكثير قوي ولو الوضع فضل زي ما هو الدنيا ترجع لامورها الطبيعيه ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك لما بنتكلم عن الفتره بتاعت 2014 2010 14 مليون سائح دلوقتي بنتكلم بنسبه شغال 8% ازاي نزيد على 14 مليون في 2010 بعد الثوره فتره 3 سنين انتهت خلاص دلوقتي في نوع من الاستقرار لحد ما كبير في استقرار امني في حاجه انتخابات برلمانيه على الابواب في استقرارين سياسيين خلصوا اللي هو انتخاب رئيس واقرار دستور وانتهاء منه. شايف حضرتك ازاي نضاعف عدد السياح الفتره اللي جايه؟ هو طبعا بالفعل الحكومه الحاليه والوزير السياحه المحترم قايمين بمجهودات قويه جدا في الفتره اللي جايه دي من خلال ان هم يعني على طول في مجهودات بحيث ان هو كمؤتمرات كعروض كحضور معارض بره زي معرض ايطاليا كان 12 اكتوبر تقريبا كان في معرض ايطاليا بالظبط ولندن في اول نوفمبر. دي كلها كل ما وجود مصر بالحضور فقط لا غير بالحضور والحضور المشرف ده بيدي اشاره ان الحمد لله مصر لسه امان الا لما كانش هيبقى في الظهور الموجود في جميع
المعارض. فطبعا ده بيتطلب مستثمرين زائد جهات حكوميه وجهات غير خاصه ان هي تكون شغاله مع بعضيها بحيث ان هو في الاخر يوصلنا الحمد لله ان الدنيا في مصر مستقره، لان هي السياحه بتتطلب اهم حاجه يكون الوضع الامني مستقر. غير كده الحمد لله المستثمرين والوزاره عندهم الامكانيه ان هم يرجعوا السياحه لمعدلات قبل 2010 واحسن. طب حضرتك اللي معروف عندنا ان السياحه الروسيه هي القاسم المشترك او الشريك الاكبر في عدد السياحة او نسبه السياحه اللي بتيجي من العالم كله، بالظبط. في سوق واعد، سوق ايطالي كويس جدا، وفي بيتكلم مثلا الوزير كان بيتكلم على السوق الهندي نستثمر فيه ويبقى لينا استقطابات سياحيه، تركيا جنبنا بتنافسنا. حضرتك انت شايف ازاي ممكن نستخدم السياحه بتاعت الايطاليه بشكل عام؟ يعني هل لما مثلا دور تنشيط السياحه ايه؟ دور الفنادق هنا ايه؟ دور المستثمرين ان هم يعني اكتر ناس دارسين نوعيه الزباين كويس جدا، عارفين كل جنسيه لها متطلباتها. الزبون الايطالي كان موجود بكثره قبل 2005، هو ليه متطلبات معينه، هو بفعلا موجود بس مش موجود في الغردقه، موجود في مناطق ثانيه في زي شرم الشيخ ومرسى علم. هو المطلوب من المستثمر من الحكومه ان هم يعرفوا متطلباته، هو ليه متطلبات معينه. نشوف زي موجوده فعلا دلوقتي في مرسى علم، والزبون الايطالي موجود بكثافه. بالنسبه للاسواق الاخرى عندنا في فعلا اسواق زي ما حضرتك بتقول، اسواق شرق اسيا عندنا بالنسبه للصين ابتدى عندنا السوق الصيني يفتح في الغردقه، فدي كلها احنا بلد مفتوح لجميع الاجناس والحمد لله الدنيا ابتدت الاسواق الاخرى تيجي الغردقه. طب حضرتك اتكلمنا عن نوعيه السائح اللي بيجي لمصر او الغردقه دلوقتي، هل اختلفت عن قبل 2010 في الدفع في اللي هو الراجل اللي بيجي عنده ريتش عنده ممكن يدفع بشكل كويس، يبقى يعني غير السائح اللي هو المتوسط الدخل او راجل جاي مثلا زي اسره مع بعض فيها الاجتماعيه؟ والله ممكن شويه، علشان احنا المنطقه كعم يعني ممكن يكون بسبب الاحداث السعر عندنا اقل شويه. فال ال ال الفئه العمريه يعني قلت شويه، اللي هم دخلهم متوسط شويه هم اللي كانوا فعلا الفئه الغالبه كسوق لمصر. العائلات طبعا قالوا بشكل كبير، بس مع ارتفاع الاسعار تاني مره اخرى الفئه دي هترجع تاني. طب حكي الاسعار نزلت كام في الميه فتره الثوره على لغايه دلوقتي؟ تقريبا حوالي 20% او 30%، لان الفنادق كلها اضطرت ان هي تنزل الاسعار علشان الزبون الجديد. بالظبط 20-30% تراجع في المتوسط وممكن يكون اكتر. طب ندفعها ازاي الفتره الجايه ان شاء الله؟ ندفعها بان الاستقرار الامني يفضل موجود، لان الاستقرار الامني هو ده العنصر الاساسي ان الزبون يجي. غير كده الحمد لله عندنا كل المتطلبات وكل الحاجات العناصر اللي هي تخلي الزبون يجي. مع الوقت الطلب هيزيد، لما طول ما الحركه شغاله الطلب هيزيد، والطلب هو اللي هيزود في الاسعار ان شاء الله. شكرا جدا لكلمتك. شكرا، ربنا يخليك.